المره اللي فاتت احنا خدنا اللي هي ادفانسد اوردرز، احنا قلنا احنا ممكن نشتغل يعني على البرنامج من غير ما نحتاجها، هي بس بتسهل علينا الشغل. النهارده بقى هنعرف مكونات اللوحه. تمام، اقول تاني تلخيص عشان ده الجزء ده ما طلعش في الفيديو. مكونات اللوحه بتبقى المحاور مترقمه، المحاور الافقيه مترقمه 1 2 3، والمحاور الراسيه بالحروف ا ب ج او اي بي سي. كل حاجه، اهم حاجه كل حاجه في اللوحه تبقى مرسومه باللاير بتاعتها، ما ينفعش كله يبقى مرسوم باللاير واحده. الجزء اللي هو بيبقى مقتطع من اللوحه على جنب كده بنكتب فيه اي معلومات احنا عايزينها اسمه الخرطوشه، بيبقى فيه جدول للتسليح ورسومات القطاعات والنماذج بتاعه الاعمده والكاميرات، وفي جدول تحت صغير كده بيبقى معلومات عن المهندس، اسمه، المكتب، اسم المالك بتاع المشروع، يعني فيلا مثلا او عماره او كذا، كل الكلام ده بيبقى مكتوب في جدول تحت خالص. تمام، اوامر الطباعه بقى، بصوا عشان تستفيدوا من الموضوع ده انتوا ممكن لو قريتوه لوحدكم المذكره تفهموه، بس مش هتستفيد غير لما تجرب تطبع بنفسك، عشان في مشاكل ما بتظهرش غير لما بتطبع. مثلا انت ممكن تروح تطبع عند واحد ما عندوش الفونتات اللي انت طابع بيها، ودي لازم تحصل. يعني انا مديكوا فونتات دي مش موجوده عند الراجل اللي انت هتطبع عنده، فالمشكله دي هوريكم بنتفاداها ازاي، ولازم تجرب تطبع بنفسك. في مثلا لو انت مشغل برنامج بكراك بتظهر لك لوحه كلمه سخيفه كده ما بتبقاش ظاهره في اللوحه، بتظهر لما هتطبعها، هوريها لكم، مش عارف بروديوسد باي حاجه كده. طب انت يعني هوريكم ان انتوا تشيلوها ازاي، ولازم تجرب بنفسك، مره هتتشال مره مش هتتشال، تعرف تمشي ازاي. تمام، فاكرين لما كنا بنعمل لاير كان في حاجه كده، كنا بنعمل اربع حاجات لكل لاير، الاسم عشان يدي لك معلومه انت هترسم بيها ايه، مثلا لاير اكسس او كولوم او كده. كنا بنختار اللون، كنا بنختار حاجتين تانيين، نوع الخط سنتر لاين مثلا او سوليد، وحاجه تانيه اللي هي لاين ويت. لاين ويت دي كنت بقول لكم سيبوها ديفولت لحد ما تيجي امر الطباعه. طيب في طريقتين الناس بتطبع بيها وتبين كل حاجه بسمكها، انت في اللوحه كنت قافل يعني كنت عامل كله بلاين ويت واحد ما كانش بيبقى ظاهر. فبقول لكم في طريقتين، يا اما انت وانت بتعمل اللاير تبقى محدد لكل لاير السمك بتاعها او مش ظاهره، يعني بتبقى عامل هايد لاين ويت من تحت من الشريط اللي تحت فما بيبقاش ظاهر ولا مضيق، لكن لما بيطبع بيطبع انت عامل اللاير دي مكتوب فيها السمك بتاعها فهيظهر في الطباعه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ودي المنتشره اكتر، ان في حاجه اسمها بين اساينمنت، بيبقى خاص بالمكتب او الشركه اللي انت شغال فيها، بيبقى مديك جدول كده اهو، الجدول ده بيبقى بيقول لك انت اللون اللاير المعمول بيها اللون مثلا الاحمر هتطبع بسمك كذا، لو هي مثلا سكيل 1 ل 100 هيبقى السمك بتاع الخط كذا، لو سكيل 1 ل 50 السمك كذا، بنظبط السمك ده لكل لون واحنا بنعمل الطباعه ملهاش دعوه باللاير. تمام، هوريكم بتعمل ازاي. دي المسج اللي بقول لكم عليها بتظهر، فانت لازم تجرب تطبع بنفسك عشان تتعامل مع الحاجات دي. دي ما ينفعش يعني وانت بتقدم المشروع توريها للدكتور، سخيفه يعني، بيعمل لك المسج دي بروديوسد باي ايديكونشنال اوتوديسك، بتظهر لك في اللوحه انت ما بتبقاش شايفها، بتظهر لما بتطبعها. طب بنشيلها ازاي؟ يعني وانت فاتح اللوحه بتاعتك تحفظها بصيغه دي اكس اف. احنا لما كنا بنحفظ كان بيبقى مكتوب تحت، بصوا دي دبليو جي، لو جيت اخترت هتلاقي في حاجه اسمها دي اكس اف، سيف از. دي دبليو جي في حاجه تحت كده اسمها دي اكس اف. تمام، دي بنختارها ونحفظ بيها اللوحه وتقفلها، بكده تفتحها تاني بصيغه دي اكس اف دي، وتروح سايفها تاني على دي دبليو جي، وبعد كده تطبع مش هتظهر لك الرساله دي. تمام، نيجي بقى على اوامر الطباعه. طيب انت دلوقتي خلصت لوحتك، بس الاول افتح لوحه يعني عشان يكون فيها رسم. طيب هي من شكل اللوحه دي لوحه معماري، بس انا هوريك بتطبع ازاي، مش مهم يعني لو عرفت تطبع لوحه معماري هتطبع انشائي مش مهم، المهم انها لوحه يعني.
انت كده خلصت لوحتك، اخر حاجه انك بتطبع. بيجي من فوق كده في علامه طبعه شايفينها اسمها بلوت، يا بتدوس عليها يا من فايل هتلاقي في كلمه بلوت تحت كده بتدوس عليها. تمام، احنا قلنا في طريقتين ان احنا نظبط السمك. هنعتبر دلوقتي ان انت مش من قصه اللاير، لا من قصه البين اساينمنت. لو اللاير خلاص سهله وانت بتظبط اللاير حدد السمك بتاع كل خط، هنا احنا هنعملها بقى بالبين اساينمنت. هتظهر لك الصندوق ده بعد ما دوست على البلوت، اول حاجه فوق كده هتلاقي في كلمه نيم برينتر تحتها نيم، سيبك من النيم اللي فوق دي ملهاش لازمه، اللي تحت دي نختارها بي دي اف عشان يعمل لك فايل تاني غير اللوحه، فايل بي دي اف برسمه اللوحه دي. ده الاحسن انك وانت بتروح تطبع توديها له فايل بي دي اف، فايل بي دي اف هيطبعها زي ما هي، حتى الخطوط بالنسبه له يعني ما فيهاش تغيير، هيطبعها زي ما هي. لكن لو وديتها له لوحه دي دبليو جي، لا لو ما عندوش الفونتات دي هتيجي تطبع هتلاقي ما فيش كتابه، عامل لك علامات استفهام كده مكان الكتابه. تمام، ف يعني لما تيجي تطبع وديها له بي دي اف احسن. يجي بقى مقاس اللوحه اللي انت تختاره من هنا، بيبر سايز اي 4، ده الاي 4 دي الورقه الصغيره اللي هي العاديه دي، انت بتحتاج تعملها بس لو عايز تعمل لوحه صغيره كده هتشيك عليها مع مهندس تاني ولا حاجه عايز تطبع حاجه ليك. لكن لما تيجي تطبع بجد بقى بتبقى لوحه اي 1 من هنا اهي، في اي 1 في مقاسين 841 في واحده هيطبعها لك بالطول او بالعرض، فغالبا بيبقى الطول في الاتجاه ده الرأسي، فانت تختار الاثنين لحد ما يظهر لك في النموذج هنا. بصوا ال 500 هي اللي في الاتجاه الطولي، لا دي غلط، اختار الثانيه اللي هي A1 الثانيه. تمام، دي كده اتظبطت الطول في الاتجاه ده. في حاجه من تحت كده وات بلوت، انت عايزه يطبع ايه، فتقول له يعني باختيار ويندو، وبعد كده تعمل ويندو حوالين اللوحه بتاعتك، تدوس ويندو تحددها ويندو وتدوس على ويندو اللي جنب كانت جنبها، وبعد كده تعمل ويندو كده حوالين الفريم بتاع اللوحه، فتختار من هنا لحد طرف اللوحه اللي تحت كده انت حددت له هيطبع ايه. طيب من تحت كده بيقول لك بلوت اوفست، يعني يعمل اوفست كده، يعني بص اللوحه كده تحس انها متزاحل تحت، لا انا عايزه يسنتر اللوحه في النص. تمام، مونوكروم بقى والاكاد دي حاجتين، يعني دول اتنين منهم بس اللي بنستخدمهم، يا اي كاد يا مونوكروم. مونوكروم دي لو هنطبع ابيض واسود، وده اللي بيحصل مفيش حد بيطبع الوان، لو احتجت تعملها الوان بتبقى من اي كاد. تمام، خلينا في المونوكروم، بيقول لك الساين دي ماشي، وهوريكم بتظبط ازاي من جنب كده. نخلص بس الحاجه من هنا، دروينج اورينتيشن الاحسن نختارها بورتري، الكلام ده كله متوضح كويس في المذكره. نيجي بقى نظبط السمك بتاع اللايرز من حاجه هنا، دي العلامه اللي جنب البلوت ستايل تيبل دي كاتب لك جنبها بين اساينمنت، فتدوس من هنا ظهر لك كل الالوان وجواها هتظبط السمك بتاعها. فانت في الاول كده بتعمل حاجه ان انت تختارهم كلهم وتديهم سمك صفر، وبعد كده تختار لون لون تدي له السمك بتاعه، فهنختارهم كلهم بشيفت اند. ليه بنختارهم كلهم؟ عشان هم اصلا بيبقى فيه سمك ديفولت، بيبقى فيه سمك ديفولت لكل لون، فانت تصفرهم كلهم وتيجي تبدا تظبط انت كل لون لوحدك من الاول. تمام، طيب عملت شيفت اند وبعد كده هتدي لهم كلهم صفر، وبعد كده تبدا تدي لكل لون السمك بتاعه. طيب انت كده حددتهم بشيفت اند، تختار واحد وبعد كده شيفت اند هيحددهم لك كلهم، بعد كده اديت لاين ويت تديهم كلهم صفر وتدوس اوكي. بعد كده تيجي للبين اساينمنت اللي انا قلت اللي وريته لك اللي هو ده كده، تشوف بقى كل لون تدي له، تحدد انت هتطبع بسكيل 1 ل 50 ولا 1 ل 100 وتدي له السمك بتاعه. تمام، من اللي اهي الارقام دي، حدد السكيل مثلا سكيل 1 ل 100 اللون الازرق، السمك بتاعه 3.10. تمام، انا بعرف منين السكيل اللي انا المفروض اطبعه؟ هقول لك دلوقتي حسب الابعاد. تمام كده احنا ظبطنا، بعد كده نبدا بقى نظبط لكل، نختار لون لون واديت لاين ويت تدي له السمك بتاعه. تمام كده سيف اند كلوز، وقلنا اللي تحت دي بنحددها بورتريه احسن. تمام، بعد كده نقول بريفيو، هيوري لك شكل يعني بريفيو كده انت هتطبع اللوحه عامله ازاي. بصوا من بعيد كده تحس ان انتوا مش شايفين اي حاجه، لما تعمل زوم هتبقى كل حاجه واضحه. تمام، لو هي تبع وهي واضحه ولا لا؟ هتطبع وهي واضحه، هي بس عشان الشاشه صغيره. لا ما انا طبيعي السؤال ده مش سؤال غلط يعني. طيب نحدد بقى ازاي السكيل بتاع الطباعه، يعني هتتباع بسكيل 1 ل 100
ولا سكيل واحد لخمسين. بصوا احنا اللي بيهمنا، نسيت حاجة مهمة في واحنا بنطبع. خلاص انت دلوقتي شفت البريفيو وعجبك، اقفل من هنا من الكلوز اللي فوق دي، هيفتح لك الصندوق تاني. البلوت سكيل، يا اما انت تقول له فيت تو بيبر، يعني ظبطها لي على مقاس اللوحه اللي انا مختاره اللي هو الاي 1 ده، اطبعها لي مناسبه ليه. يا اما انت تحدد السكيل معين، سكيل 1 ل 100، سكيل 1 ل 50. ففيت تو بيبر بتحدد من هنا، لا مش عايزه فيت تو بيبر، وهتحدد انت السكيل تشيلها وبعد كده تدي له انت السكيل من هنا. طيب السكيل بتحدد ازاي؟ انت دلوقتي شكل اللوحه، نخلينا ظاهرين عشان تبقى ظاهره في اللوحه في الفيديو. اللوحه دي الارتفاع بتاعها هو ده اللي بيحدد لي انا هطبع بسكيل ايه، العرض ما يفرقش خالص ماشي. المهم الطول، الطول لو هو انت بتقيسه من على اللوحه لو 90 سنتي او اكتر، سوري لو 90 سنتي، ما بين 90 و45 سنتي هتطبع بسكيل 1 ل 100. لا اقل من 45 يبقى كده اللوحه صغيره، فاطبعها على سكيل 1 ل 50، كبر السكيل تمام. طب واللي اكبر من 90؟ الاربكور من 90 بتطبع بقى السكيل اقل من 1 ل 100، 1 ل 200 مثلا فاهم. بس هي غالبا ما بتقل، ما بتظهرش عن كده يعني. شوف اللوحه اللي انا مديها لك دي لوحه كبيره وهتقل، هتلاقيها 45 ولا حاجه تمام. طيب السكيل بقى بنحدده ازاي؟ سكيل 1 ل 100 البرنامج ما بيقراهوش 1 ل 100، بتضرب في 1000، 1000 في 1 على 100 ب 10، فتروح عامل له كده 10 ل 1 تمام. بص السكيل كلمة 1 ل 100 ده السكيل اللي احنا بنقول عليه، البرنامج عشان يفهم سكيل 1 ل 100 تضرب له في 1000، هيبقى 1000 في 1 على 100 ب 10. طب سكيل 1 ل 50، 1000 في 1 على 50 او 1000 على 50 ب 20 تمام. ده اللي انت تدخله له هنا يعني. كده احنا عرفنا بنحدد ازاي سكيل اللوحه، وشفنا بريفيو والشكل عجبنا في البي دي اف، ادوس له اوكي. انت كده حددت ان هو هيسيف لك اللوحه بامر بي دي، يعني فايل بي دي اف، وتدوس سيف. كده هو بيعمل لك فايل البي دي اف اللي عندك. انا قلت الاحسن ان انتوا لما تيجوا تطبعوا تودوها يعني المكان اللي هتطبعوا فيه بي دي اف احسن، عشان مشكله الفونتات دي ما تظهرش في اللوحه. البي دي اف برضه مش بتظهر فيه المسج اللي بتطلع ديت، واحنا ما بيظهرش في بي دي اف، بيظهر كده كده المشكله دي بتظهر ايا كان بي دي اف او دي دبليو جي. انا قلت لك بتشيلها ازاي، لكن بي دي اف او دي دبليو جي ما عملتش الخطوه اللي انا قلت لك عليها بتاعت الدي اكس اف وكده، لا هتظهر الرساله دي تمام. بيظهر اهو فايل البي دي اف اللي ده هيتطبع. بص بقى لو عملت زوم، كل لما تعمل زوم اللوحه هتوضح، لكن من بعيد تحس انها عامله مشكله. طيب دلوقتي انت وديتها له بي دي اف، وفي حاجه برضو مش عايزها تظهر في الطباعه من الرسم ده، بلاير معينه مثلا مش عايز المحاور تظهر. شايف الفايل البي دي اف ده فيه كل اللاير اللي معمول بيها، تعال عند اللاير بتاعت الاكسس واقفل العين دي، هيشيل لك اللاير بتاعت المحاور كلها تمام. من هنا تخفي الحاجه اللي انت عايزها، وغالبا ما بتحتاجش تشيل حاجه يعني. بعد كده وهو بقى هو فاهم، لما انت تديله فايل بي دي اف فاهم بقى هيطبع على طول منها تمام. مش مهندس لو ما غيرتش السكيل هتظهر الرسمه بس صغيره في اللوحه ولا ايه؟ يعني ايه لو ما غيرتش السكيل؟ يعني لازم اغير السكيل مثلا اخليها 1 ل 100 على طول ولا؟ انا قلت لك انت بتحدد السكيل ازاي؟ لو انت عايز تطبع لوحه ليك انت خليها في التو بيبر هتطلع لك شكلها مقبول يعني، لكن لو انت لا شغال في مكان انت بتحدد السكيل زي ما قلت لك، لو الطول 45 سنتي او اقل اطبعها بسكيل 1 ل 50، لا زاد عن 45 اطبعها بسكيل 1 ل 100 تمام. كده نقفل الفايل بتاع الطباعه. كده احنا خلصنا اللي هي اوامر الطباعه، حد عايز فيها حاجه؟ في حاجه بقى احنا بنحتاجها ساعات. دلوقتي انت عندك مثلا ان انت شغال مع واحد معماري، فانت مش يعني محدد لك اماكن معينه للاعمده، فانت عايز تغير مكان عمود او تكبر ابعاد، وعايز تعرف ده هيعمل لك مشكله مع المعماري ولا لا. طب انت بتبقى فاتح بلان بتاع دور معين، طب انت عايز تشوف الدور الثاني في نفس الوقت عشان تعرف العمود ده في المكان اللي انا حطيته مثلا في الدور الاول هيضايقني في الدور الارضي ولا لا، فانت عايز تشوف الاثنين مع بعض. فنعملها من حاجه هنا، في طريقتين ان انت تظبط الموضوع ده.
اول حاجه بحاجه اسمها فيو بورت، وفي حاجه تانية اسمها الاكس ريفرنس. الفيو بورت ده ان انت هيظهر لك بلانين جنب بعض، يعني يعني هنا من بعيد كده مش واضحين. بص انت لو عملت زوم مش هتقدر تشوف الاثنين جنب بعض، فحاجه تانية كده اسمها فيو بورت هيظهر لك الاثنين واضحين جدا جنب بعض. دي اول حاجه. تاني حاجه تعمل حاجه اسمها اكس ريفرنس، دي بقى ايه؟ بتقول له لو انا مثلا حطيت عمود في الدور الارضي يظهره لك، يعني انت بتحط اللوح كلها على بعض فوق بعض الاكس ريفرنس ده، فلو انت حطيت عمود في الدور الاول يظهر لك في كله، يعني هتشوفه في البلان كده عندك في البدروم برضو عامل ايه، وضعه بالنسبه للبدروم ايه فوق بعض. فاهمين؟ هوريها لكم. اول حاجه اللي هي طريقه الفيو بورد من فيو. انتوا عارفين القايمه اللي فوق دي بنظهرها ازاي؟ من في مثلث كده فوق شو منيو بار. من فيو هتلاقي في كلمه فيو بورد. طيب انت هتحدد مثلا انت هتظهر عايز تظهر بلانين جنب بعض، فهتقول تو فيو بوردز هوريزونتال ولا فيرتيكال، اتجاه يعني اتجاههم يبقوا جنب يعني فيرتيكال ولا هوريزونتال. مثلا خلينا فيرتيكال، كانه بيفتح لك لوحتين كده بس ظاهرين، مش زي فوق كده دروينج 1 ومعماري، لا اللوحتين بيبقوا ظاهرين. بصوا قسم لك اللوحه اتنين، فانت من هنا بقى ممكن تعمل زوم بقى مثلا على البلان ده كده، تروح جاي على جنب هنا تعمل زوم على البلان اللي انت عايزه كده ظاهرين جنب بعض، تمام. وتبدا بقى تشوف وضع العمود ده بالنسبه للدور اللي تحته عامل ايه، تمام. عايز ترجعه لتاني زي ما هو من برضو من فيو، فيو بوردز 1 فيو بورد، تمام. الطريقه التانيه بقى بتاعت اكس ريفرنس، بص دي مشكلتها الوحيده وممكن اللي يعني اللي هتيجي تعمل معاك مشاكل انت، ان انت ما بتدوسش سيف. دي كل خطوه هتعملها فيها، يعني في خمس ست خطوات كده، كل خطوه لازم تدوس كنترول اس كنترول اس كنترول اس عشان يسيف، تمام. فدي لو حصلت معاك مشكله اكيد انت نسيت تدوس كده. نبدا من الاول بقى. الاول افتح لوحه فيها الكلام ده، دلوقتي فتحت اللوحة دي في كام بلان هنا. اول حاجه دي بتبقى اللي اوت، عارفينه اللي اوت من حد خدته ستيل، اول حاجه بتبقى اللي اوت ترسمه، تمام. دي لوحة الموقع العام، دي لوحة الدور الارضي، الدور المتكرر هكذا. طيب انت عايز بقى تطابق الاثنين على بعض عشان يبان لك التغير باللي هي بطريقه الاكس ريفرنس. انا هقراها معاكم من هنا وركزوا فيها عشان لما تيجوا تعملوها ما تحاولوش تحفظوا الخطوات، لا بصوا فيها من هنا لانها سخيفه. يعني اول حاجه انا عايزكم تفهموا الكلام اللي انا كاتبه لان انا كاتبه باسلوب انا، فلو في اي حاجه يعني عايز اقراها معاكم عشان تبقوا فاهمينها لما تقروها. اول حاجه ان انت بتجيب اللوحه بتاعه اللي هي اللي تحت خالص، مثلا لوحه اللي اوت او لوحه البدروم، تروح ناسخها في لوحه جديده لوحدها، تمام. احنا قلنا عشان ننسخ من لوحه لوحه ثانيه بنختارها وبعد كده كليك يمين كليب بورد كوبي. اللوحه الاولى دي كوبي وخلاص، مش لازم كوبي وسبيس بوينت. اللوحه اللي بعد كده لا، لازم تاخدها من نقطه معينه عشان هتوقعها على نقطه معينه في اللوحه اللي قبلها، فاهمين؟ لكن اول واحده اختارها من اي مكان عادي. بعد كده نفتح لوحه جديده، افتح لوحه جديده بريال. اللوحة المعماري دي انا مش عايزها خلاص. يبقى كده انت خدت لوحة اللي هي اللي اوت من تحت خالص دي، وهتعمل لها بيست في لوحة جديدة. طب اخدها تاني، مش عايزه تعمل لها بيست، تمام. تيجي بقى في اللوحه الجديده كليب بورد برضو بيست، ما عملتش اي حاجه جديده بس دلوقتي اشتغلت. يعني
طيب انت كده عملت البيست اللي هي اللوحه الاولانيه، احنا قلنا كل خطوه تعمل كنترول اس كده، انت بتحفظ اللوحه يعني، تعملها مثلا باسم اكس ريفرنس عشان تفتكرها، اكس ريف احفظها بقى. اول خطوه ان انت بتاخد اللوحه اللي تحت خالص تنسخها في لوحه جديده، بعد كده تدوس كنترول اس. تاني حاجه ان انت تفتح لوحه جديده برضو، لوحه تانيه فايل، نيو، امبريال، قلنا كل خطوة كنترول اس. بعد كده من فايل بقى، بعد في اللوحة اللي هي الجديدة اللي فاضية دي انت احفظها الأول، بعد كده نيجي من فايل في اللوحة وهي فاضية تعملها اتاتش. ايوه كده، تختار اللوحة اللي كانت قبلها اللي انت عملت فيها اللي اوت، اللي هي اللوحة الأولى يعني، تروح فاتحها هنا، هيظهر لك بوكس كده ما يهمكش فيه حاجة غير ان تخلي دي ريلاتيف باس، هي ده بيبقى الديفولت بتاعها، وتدوس اوكي بس. هتنزل لك اللوحة بتاعت اللي اوت هنا يعني، لما تيجي تحطها بقى مكانها بصوا يعني تحس انها باهته شوية، لان انت بيقول لك انت لسه دي هتحط بقى فوقيها اللوحة اللي انت اللي بعد كده يعني. بعد كده احنا حطيناها ندوس كنترول اس، كل خطوة تعملها تدوس كنترول اس. الكلام اللي هنا ده مكتوب الخطوة التانية، في حد في حاجة مش مفهومة فيه عشان لما تيجوا تقروه بعد فترة تفتكروه. بعد كده بتجيب اللوحة اللي هي بعد كده، مثلا لوحة البدروم من الرسمة الأصلية بقى، أو لوحة الدور الأرضي، تختارها كلها. هنا بقى ما تدوسش كوبي وخلاص، لا هنا لازم كوبي من ويز بيس بوينت عشان تحطها في مكان معين في نفس النقطة عند الدور التاني يعني. يعني بصوا هنا حددناها، هدوس كليك يمين كليك بورد كوبي ويز بيس بوينت، وتختار نقطة تكون موجودة في الاتنين يعني، ما ينفعش مثلا تختار نقطة عندك في كانتليفر مش موجودة في الدور التاني عشان مش هتعرف توقعها، اختار نقطة موجودة في البلانين. هي اخترت الطرف ده كده، افتح اللوحة الجديدة اللي هي انت حطيت فيها اللي اوت وكان متظلل، كليب بورد بيست كده، انت اهو ماشي عشان توقعها فوقيها يعني. تعالى هنا حاول تجيب الاتنين فوق بعض، بصوا اهي اللي على الشمال دي هي المتظللة، فانت حاول توقع الاتنين فوق بعض بالظبط. كده انت حطيت اللوحتين فوق بعض تمام كده، تدوس كنترول اس، ما تنساش الكنترول اس بعد كل خطوه. معلش الطريقه دي ممله بس احسن من فيو بورت، لان هتبين لك لو هتبين لك اي تغيير يظهر بالظبط، مش تقول لا لو حطيت عمود هيعمل لي ايه، لا بيعمل لك بيظهر لك كل تغيير. كده انت ظهرت الاثنين فوق، حطيت الاثنين فوق بعض ودوست كنترول اس. تعالى بقى في اللوحه دي اللي انت كنت حاطط فيها اللي اوت، غير فيها اي حاجه كده، ارسم مثلا دايره في النص، خليها دايره كبيره عشان تبقى واضحه، وندوس كنترول اس. كده تيجي تفتح بقى اللوحه التانيه، بص ظهر لك تحت يعني حاجه كده مكتوبه external reference has changed، يعني انت هنا كنت واخد كده اتاتش الريفرنس اللي هو لوحه اللاي اوت، فبيقول لك دي اللوحه دي اتغير فيها حاجه، يظهرها ولا لا؟ قول له اه ريلود، بص الدايره ظهر. يبقى كده انت لو كنت غيرت اي عمود في اللوحه الاولانيه بتاعت اللاي اوت دي مثلا، كان هيظهر لك هنا ويقول لك يعني ظهر لك ايه بالنسبه للدور اللي بعده. تمام، حد عنده مشكله فيها؟ عادي على طول باخد الريفرنس اللي هي اول رسمه. اه
وبعد كده بقى تكمل مع الادوار، فاهم؟ تاخد الريفرنس للدور اللي قبله وهكذا. بس الكلام ده ما بيحصلش كتير يعني. اخد الريفرنس للدور اللي قبله يعني. تمام. كده حد عايزني عايزها تاني دي من الاول، هقراها معاكوا تاني عشان خطواتها اهم حاجه. ان انت كل شويه بيس بوينت اول حاجه، عشان لما تقروا الكلام ده تفتكروا. انت مش هتفتكروا كلامي دلوقتي، انتوا هتقروا من الكلام ده. اول حاجه ان انت تجيب اللوحه الاولانيه اللي تحت، تروح عاملها كوبي في لوحه جديده، تمام؟ بعد كده تدوس كنترول اس عشان يسيف. بعد كده تروح فاتح لوحه جديده فاضيه وعامل فايل، والاول تسيف، فتحت لوحه جديده بقى فاضيه، تروح مسيف كنترول اس، ومن فايل تدوس اتاتش وتجيب اللوحه دي وتتاكد ان هي متحدده ريلاتيف باث، وبعد كده تدوس اوكي. تمام، هيروح ناسخ لك اللوحه دي اللي انت عملت لها اتاتش بس متظلله في اللوحه الجديده. تروح دايس بعد كده كنترول اس، بعد كده تروح فاتح لوحه تروح جايب بقى لوحه الدور اللي بعده وتعملها كوبي ويز بيس بوينت عشان تعرف توقع النقطتين فوق بعض، وتدوس وتروح موقعها في اللوحه الجديده اللي هي تاني لوحه فتحناها، وتروح دايس كنترول اس، الاثنين هيجوا فوق بعض. تمام، انت كده ظبطتهم. روح بقى للوحه اللي هي الاولانيه اللي كنت حاطط فيها اللي اوت، غير فيها اي حاجه ودوس كنترول اس. افتح بقى اللوحه اللي كنت حاطط فيها اللوحتين فوق بعض، هيظهر لك الكلمه اللي تحت دي، تروح قايل له ريلود، هيروح مظهر لك التغيير اللي عامله. بس كده. طب يا باشمهندس، لو عايز لو هغير حاجه في الدور الثاني وعايز اشوف تاثيرها في الدور الاول، كده هاخد الريفرنس الدور الثاني؟ انت هتغير في الدور الثاني وتشوف تاثيرها في الدور الاول. خد الحاجه اللي انت هتغير فيها دي اللي خدها ريفرنس، الحاجه اللي انت هتغير فيها بس. في بقى ساعات مشكله كده بتحصل عند ناس، ان هو يعني تلاقي الشاشه ضربت كده، الخطوط ضربت في بعضها لما تيجي تفتح لوحه. حلها ايه؟ امر بسيط، تكتب على الكيبورد لاين سموثنج وتخليها اوف مش اون، الخطوط دي هتختفي. تمام، دي ممكن ما تقابلش المشكله دي خالص يعني، بس بتحصل عند ناس. بيجربيها بقى باشمهندسه وقولي لي اتظبطت ولا لا عندك. حاجه بقى تانيه،